الخبر الاول اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقه ياسو واخفاه الاسم مصطفى من الكومنتات اللي عدها. هم اللي سعسوا فيها بالبدايه خفت اسم ريدر، ولكن هو المتابعين صاروا يتهجمون عليها باسم مصطفى بيطرتهم تخفيها من الكومنتات. اما بالنسبه للدليل انه تخاف مطن نزلت من زبيعتها لخاطر يكتب اسم مصطفى بدر على كلمه لعتت اول عمود في التعليق وتعليق الاشخاص اخو رايه بما فهم زين، راح غير حساب او نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا بما غير حساب من زبيعتها لخاطر روح على كلمه لعتت اولا راح تشوف التعليق ما ظهر ولا ما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات تركم حركه اخفاء اسم مصطفى من الكومنتات اللي عدها. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أبو فلة، فأبو فلة نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، يعني من خلال انه قاعد يجهز المقطع اللي هو ماله 15 مليون، وبنفس الوقت طبعا صار يبكي، لأنه هو بعيد عن أهله برمضان، راح لكم الستوريات شوفوها. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ أول شيء بقول أن قاعد أمنتج مقطع 15 مليون تمام؟ عشان كذا عيوني كذا. رمضان كريم. فيك تيجي يقولون ليش ما تقول لنا رمضان كريم؟ يعني يا جماعة أنا بعيد عن أهلي. أحس العزلة لحالي. رمضان لا طعم له بدون الاهل صراحه. اهلي اذا كنت تشوفون الستوريات. اما اليوتيوبر الثاني عدف هم رزان وريان، فرزان وريان نزل على سببهم بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات اللي مخلى انه راح ينزلون الفيديو كليب، باكر طبعا هذه الاغنيه اتوقع تكون رمضانيه، راح تكون على هذا النمط مثل ما شفنا بالبرومو، اكتبوا لنا في الكومنتات قبل متحمسين. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيسان وانس شايب، بيسان وانس على حساب انس بالتيك توك، هذا المقطع فين كل الكومنتات عشان يتهجموا عليهم، بريقاد يقولون من حركات مياعه، ودي يتهجموا عليهم جمهور نارين بيوتي، ويقولون انس رقاصه، ويكشفون حقيقه انس شايب، اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب شاركوا بهذا الخبر هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن طارق الباشا ومملكة القصص وفضيحتهم الأنس وبيسان إسماعيل. طارق الباشا نزل مقطع على قناته صار بيسألني أسئلة، هو من الأسئلة هاي كانوا يسألون بها الأشخاص، وشفت هذه حقائق خاصة فترة طويلة الناس تطلب من عدي نسوي حلقة أسئلة وجاوبت عليها لأول مرة بالسوشيال ميديا. حط لكم رابط المقطع بالوصف راح تشوفوه، طبعا أكو خبر جميل عن عمار ولو خروجه من السجن راح أحط لكم رابط قناته بالوصف راح اشتركوا بيها، لأن باشا راح ينزل لنا مقطع ويشرح بيه القصة بالكامل اللي صارت وياه. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات بعد ما شفتوا المقابلة شنو رأيكم بيها وشفتوا كل الحقائق. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي وحملها، فنارين بيوتي نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات كاتبة بيها انه هي حامل وقالت بهذا الشيء صاحب التاكسي اهم تقدر تركز بالاكل وشتوق شويه شويه، وبعد بالستوري الثاني كتبت بيه ازعاج البيبي لان السائق صار يمشي شويه سريع، طيب وقاعد اسوي مزح مو اكثر، وبس وصلت مقطع من المقاطع جوكم تحطوا لايك تركوا بالقناه تشاركوا في زي مقاطع من القصص وبس مع السلامه.